أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم سوف نتحدث عن كيفية علاج فطريات الجلد بالثوم والأعشاب الطبيعية بسرعة. استخدم الثوم منذ عشرات السنين في علاج الكثير من المشاكل المرضية، وذلك لوجود الخصائص العلاجية الفعالة به، فيساعد على علاج عدوى الفطريات والتخلص منها، كما أن له فاعلية كبيرة في التخلص من تلك المشكلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل المناطق المصابة تحت الأظافر. ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة، فقد يستخدم خارجياً من خلال تطبيقه على المنطقة المصابة، أو عن طريق تناول الكبسولات التي تحتوي على مستخلص الثوم. وسنوضح لكم الطريقة الصحيحة لاستخدامه لعلاج الفطريات الجلدية. طريقة علاج الفطريات الجلدية بالثوم خارجياً. في البداية احرص على ترطيب المنطقة المصابة جيداً، وذلك من خلال وضع المياه الدافئة عليها، وذلك لأن الترطيب باستخدام المياه يساعد على فتح المسام وجعل الفطريات تتوجه إلى السطح، كما أن الفطريات تنمو أسرع في المناطق الدافئة. الخطوة التالية هي القيام بهرس فص من الثوم جيداً، ثم وضعه في قطعة من الشاش، ومن ثم ضع الثوم المهروس فوق قطعة الشاش، ثم ضع قطعة أخرى من الشاش فوق الثوم ليصبح الشكل النهائي مثل الشطيرة، ثم ضعهم على المنطقة المصابة بالفطريات الجلدية لمدة تصل إلى 3 ساعات، وبعد مرورها استبدل تلك الضماضات المستعملة بأخرى نظيفة، واحرص على استخدام قطع من الشاش جديدة وقطع من فصوص الثوم المهروس جديدة وطازجة. طريقة علاج فطريات الجلد بالثوم داخلياً. يمكن الحصول على أقصى فائدة من الثوم عند تناول فص واحد من الثوم يومياً، وينصح بأن يكون طازجاً. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضاً تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستغرام، فيسبوك، وتويتر.